تشهد دور العرض السينمية في المملكة غدا أول عرض لفيلم هانتر كيلر بحضور النجم العالمي جيرارد باتلر، وتعد هذه المناسبة تظاهرة فنية وإعلامية وجماهيرية كبيرة، كونه الافتتاح الأول من نوعه في المملكة بحضور نجم عالمي لإعلان بدء عرض فيلمه في المنطقة. وتدور أحداث الفيلم حول قائد فريق غواصات أمريكي غير مختبر تابع للبحرية الأمريكية يبحر لإنقاذ الرئيس الروسي المختطف من قبل لواء محتال. We've been ordered to cross waters that no American sub has ever crossed before. Submerge the ship.